فايقين وكنا فايقين مراد فقت سيبون اي الحمد لله سيد عملت غسله بديت الماتش بديك كنا في كيفاش نسميها هما سيد دخلت لنا الفوكابيلاري نتاعنا الحركات الاحمائيه مخيبه هي كلمه الاحماء خاطر جاي من الحمى اي ما عندها حتى علاقه معنا بالتسخين تسخين فهمتني هذايا جاي من الحميه سخانه كو الحميه مش نفس الحال الحميه مرضيه راه حمى فيها الحمى فيفر انت كي كنت تعلق شنو تقول على حركه الاحماء انا علقت بالسوري ما نقول دوما مالوروزمون علقت حتى مره بالعربي مراد علق بالعربي شويه ضربات خفيفه عملنا ضربات عملنا شويه اما حسره معني علقت على تتالف لقاء ونهار الاربعاء هاتوا نحكي لكم حكايه هاتوا تفهمنا مع حاتم على علاقه تونس باهم واكبر رياضي في تاريخ اوكرانيا وجيت لتونس وتعرفوه ما غير ما نعملوش تيزينج نتاع الكتاب جاء وقت باش نحكيو على جات اسيورانس جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير باهي كيما توا استنستو لمدة 100 يوم جات اسيورانس حاب تدلل الحرفاء نتاعها اللي ما عملوش ديزاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين ولا أكثر وتهديلهم كارت كاربيون أجيليس بقيمة 500 دينار. التيراج والسور عملته جات اسيورانس بحضور عادل المنفذ كما يقول نضال والرابح معنا اليوم سي محمد البرشاني اللي حاضر معنا بالتليفون. صباح النور سي محمد. صحيح سيدي مش حوالك. اهلا بيك صباح لاباس عايشك خويا. ماكش تسوق ماكش تسوق وتتكلم. لا والله يا راكي يا ولدي ما غير ما تحلف مصدقي نوصل صغار للمكتب ما كنت تتشد معاملتك. لا 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 دار قريت خاطر كان جيت تمشي راه نسمعوك البوريتفون تاع لا قريت ريكلو نتعرفوا عليك سي محمد التمنين. بو محمد البرشاني العمر 51 سنة نشتغل في الهاتف الجوال معناها عندي بوينت فولت شريك أنا وصديق فهمني والحمد لله ربي نتبع فيها تبع وإن شاء الله ربي معنا فهمني. يا به وماشي أمور الهاتف الجوال ولا ليه هكيك إن شاء الله ربي قدر عندك ريزو ولا ريزو طايا لا عندنا ريزو فهمتني. انت سي محمد السوري عند اجانس ايمن العلوي في وسط المدينه في صفاقس. اي نعم دونك معناها حكينا على علاقتك مع الجات اش عاملين معاك اش عاملين فيك كان فما حاجه والله قبل ما نعطيوك الكارت يفرق قلبك با حكيت كلاس باش بيوقفك فهمت. باي محمد انت عندك 5 سنين ولا اكثر ما عملتش اكسيدون الحمد لله بالطبيعه الحمد لله اش حطيت لها لا والله لا احترام القانون يا سي حادم في كل شيء راه فهمتي حتى في الطرقات فهمت باهي واللي كيفاش تتعايش مع اللي ما يحترموش القانون اللي هما اغلب حط روحك انت ديما معناها معرض باش تترب انت الاول فهمتني دونك معناها تاخذ ديستونس تحترم المسافه الاشارات المروريه كاو تو سامبلومون معناها راهي سهله الحياه معناها فهمت تحترم القانون سهله برشا. انا بعض ساعات ناخذ احتياطات حتى كي نحط كلينوتون خارج يدي معناها خارج يدي وخارج راسي هذاك بونيس هذاك انا كي تظلم الدنيا مش كي يبدا اخضر الفوق لا نعبد في حد نتبع فيك نهبط من الكنبه وندزك اي لا نتبع فيك يعيشك باهي سي محمد على خاطرك سائق مثالي جات اسيرونس حاب تفرح بيك وتهدي لك كارت كاربيرون اجيليس بقيمه 500 دينار مبروك عليك كارت اجيليس. وي بارك الله فيك عايشك خويا مرحبا وربي يعاونكم ان شاء الله. ميرسي بوكو سي محمد نذكروا لي الكارت. ميرسي يا فهم ميرسي يا سعاد ميرسي جات اسيورونس سورتو بيان سور جات اسيورونس بيان سور جي فيديل انا جات اسيورونس والاجونس تاع سويق اي بيان سور اي بون ترافاي ميرسي بون جورني. لكارت اجيليس نذكروا اللي سوبل في اليوتيليزاسيون نتاعها وتنجم تكونسلتي مثلا السولد نتاع الكارت من تي بي او في اي محطه عجيل. مبروك عليك مره اخرى سي محمد كانت هذه جات اسيورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
partenaire de votre sécurité routière ou qui نحكيوا على السيكوريتي روتير نحكيوا على ألفة اللي جاتنا للمرة الثالثة على التوالي في برنامج فايقين باش تحكينا على حوايج الطرق. بربي نسيتش عم ترانزيشن خاطر عندي شكون بعث لي ميساج بربي عاودوا اكدوا على الحذر في الطريق تحكي لي شكون قال لي الناس واحد شد كود فران حاسيل ويبدو انه حاسيل في مش بعيد على بارد وكره بارد على السيطرة ولا شنو حاسيل وطمبوناج ريان دو جراف طمبوناج صغير ما انا ما فهمش العبيد في تونس كيفاش يبدا طريق يزلق ويبدا يجري ما دخلتش المخي يعني هو طريق يبدا المطر شويه أخطر من اللي كان امتر قوية يا رحم والديك يس يس تو مش نحكي ليس ما يقول بيلوت فورمولا تو مش نعمل لك الحكاية انت عشت في أوروبا وعشت في أوروبا في أوروبا ناس مستانسة بالشتاء معناها ديكو يبدأ هكا تزلق وما عندهمش الطبع في أوروبا 60 70 طبع الكل عنا نحن الحق عنا المونوبول بتاع هيا ألفة حتى مخاخ أقوى متنان فيقين مع نذال 28 دقيقة على يافام تسمعوا في الماتينال كما كل يوم من اثنين للجمعة حكينا عملنا بارونتيز كبيرة على أوكرانيا آخر تطورات خاطر في الويكاند فما حاجات صارت ولو برش حاجات ما حكيناش عليهم ما حكيناش مثلا عقوبة الاقتصادية وتشيك حتى في الكورة في الروفيزيون في السويفت تغدو نحاولوا كان فما حاجات جديدة بتاتخ نعملو شي 2-3 مينوت نحوصلوا ردود الفعل سيختو اللي فما مفاوضات حتى فما جماعة حبوا يتفاوضوا مع الزوكرينيا في البيلوروسي رئيس أوكرانيا قال حب بلد محايد خاطر كمان بيلوروسيا حارب فيه معناها باهي نحب نحل بارونتيز على القضاء انا باش نعطيكم حاجه عشتها معناها وحاجه انا جولاميتريز فما قضيه نتاع انسان قريب لي معناها كانت راقده من عام 2012 سبعه قضايا معناها فجاه تحركوا الكل فاق معناها السيد هذا الشاكي اللي شكى به واصل معناها يعطي في يجعل ورقدوا له حتى اللي كلموها بارامو فما احكام بدات باش تتنفذ تحرك القضاء بعد حلين مجلس القضاء هل الخضه اللي صايره ولا هل لفات اللي القضاء معناها ولا مستهدف من طرف رئيس جمهوريه حاس روحه بروحه هذه حاجه معناها بتدرو سي استراتيجي برشا عبيد يقولوا باهي حل المجلس بيه ما شدش القاضي الفلاني وش بيه ما فعلش وش بيه ما حركولوش قضايا ودرشان بتدر زاد اللي فيه بسيكولوجيك هذايا اللي يخلي العبيد تخاف معناه القضاة برشا برشا حوت قبل ما تتكلم مراد معناه من الحاجات اللي براتيكمان هم ديما نحن القضاة ما ديما ما نحكيوش على كتاب المحاكم مثلا اخر قضية القبض على موظف بمحكمة مورد في اخفاء ملفات قضائية السيد في معناها مورد في سرقة ذوما اللي أثبت عليها 38 ملف قضية إصدار سكوك دون رصيد وتعمد الولوج إلى المنظومة المعلوماتية ومحوهم لفائدة شخص محل بطاقة جلب مقابل مبلغ مالي بقدره 30,000 دينار جريمة خطيرة جدا خطيرة هو جداً. في الواقع صاروا رشتين زلزالين مس القضاء في تونس هما زلزالين فيهم وعليهم ولكن في الاخر تنجم تكون نتيجتهم ايجابيه اولا راه هو لازم نفهم ونذكروا التاريخ ان المجلس الاعلى للقضاء كان مفرقع من مده من وقت القضيه ما بين طيب راشد والبشير العكرمي لانه البشير العكرمي قدم تقرير حول الرشوه نتاع طيب راشد وطيب راشد رد عليه من بعد بتقرير حول المسائل ما يسمى حاسيله بعلاقه البشير العكرمي بالقريب وكل دونك ديجا المجلس الاعلى للقضاء تقريب خلى القضاة هربين على السيطرة لأنه يعني انقسمت تذكرك التصويت ال 14 عضو اشتر مشيهم عشق اشتر مشيهم عشق قلت شعرين نحكيه على نيدي تونس يعني ديجا القضاء اللي كان عنده خلي نقوله دي سيركوي بريفرنسيال وكلوارات تفرقة ولا خارج السيطرة وزاد القرار نتاع رئيس الجمهورية بحل المجلس على القضاء خلى مجموعة من القضاة وهذا ما لا شك فيه خليهم تقريبا يحسوا وأنه ينجموا يخدموا خدمتهم هذا واضح اللي يقول رئيس الجمهورية كل نهار وقسمه مش تعرف اللي حاتم اللي رئيس الجمهورية وضع استراتيجية فش قاعد يعمل أول حاجة عملها قبل ما يحل مجلس على القضاء عمل المرسوم كتبت المحاكم وحط السلطة الكل في يد رئيس المحكمة عمل المرسوم بتاع كتبة المحاكم والقانون الأساسي بتاع كتبة المحاكم ملول بالكل
تقريب ثاني ولا ثالث مرسوم بعد 117. ثانيا حل المسألة القضاء، لحد هذه الساعة مازال القضاء متحركش حسب رأيي، مش كما يبان، لأنه كان تحرك في فصل دور شويبة في فصل القضاء الكبيرة ما فهمش تحركات، خاصة في محكمة المحاسبات مش تطيحوا القيمات القيمات اللي خذت التمويل الخارجي. عندكم فيهم ما فيهم أحكام ابتدائية مازال عندكم أحكام ابتدائية القضاء باش يتحرك يلزم يكون القيمات هذية اللي طلعت باللوبينج وبالمال السياسي الفاسد يلزمها تطيح مش نجم ترجع ثقة شوية في القضاء. في 10 ثواني اليوم البارح فما السجن 16 عام مع النفاذ العاجل في حق النائب المجمد غازي القروي، دائرة شيكات رقم 14 محكمة الابتدائية بتونس تعلقت الأحكام الصادرة في حق غازي بسبع قضايا منشور ضده. هل كان ما صارش 25 جويلي هل الحكم هذا يصدر على غازي القروي نعم أم لا؟ دائرة شيكات هي بطبيعتها يصدر ما مشتو مشتو خاطر عنده الحصانة وتروتروسي وعنده الحصانة ما يتحكمش. وثانيا القضاء يحب يغلف روحه لأنه القاء فما هو ما بين المواطن التونسي والقضاء في تونس. شكرا نمشي وشكرا لك سلمى اللي جيت في الوقت ونحن كلينا لك دقيقة هي فيم إكسبريس. صح صح وفيق وأبدأ نهارك مع أقوى متنان فيقين مع نذال فيقين 38 دقيقة. ظهر لي الجنجل يحكي معك قالك فقت ولا مزلت؟ لا لا سفا فيق ديما فيق احنا ترجع ترقد بعد. والله هذا سؤال فلسفي تروح خمرني تروح من هنا لدارك في تونسيغ نص الغدوة ولا تونسيغ غيان طن 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 به جاء الوقت اللي احكيه على الحفلة. تنظم نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالاشتراك مع ستارت اب إيفنتس حفل الفنان العالمي جيمس والفنان التونسي نوردو بقاعة المغطاة برادس يوم 5 مارس على الساعة 7 مساء. تباع التذاكر على تذكرتي بوانتين. لمزيد من المعلومات عندكم لامفولاين 51-187-111. نعود لكم النمر 51-187-111. دبرنا تسكر الجو. لا يولي فساد هو اسمع لا هو راو بصراحة نهاية الكورونا تحسها في الأمور هذية. رجع الجو في تونس مترو جيمس نهار السبت في رادس في كارتاج كذلك رامي عايش باش يكون موجود. دونك هذوما سي دي ستار انترناسيونال اللي أحسن دواء ضد كيفاش تسميوها ضد الكساد. بالحق يلزم التوانسة يخرجوا من هالجو متاع الكورونا والحرب ولازمة الاقتصادية ولازمة السياسية. وستاد زاد البارح معبي استاد والله بالحق نتوناش راح نحكيوا عليهم بعد. أنا ما نفهمش برشا في الكورة. أما البارح يفهم في السياسة. لا 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 أما ماتش لسبيرانس وليتوال كي تفرج ربع ساعة وتشوفك الجمهور هذاك راني كنت نقول نفس الشيء في الأولمبيك الماتش تلعب الأولمبيك في سوسة محليها محليه استاد مليان والجمهور يعيط والالوان ينبض بالحياة محليه. شفت نتفرجت شويه ماتش الوداد والاهلي امبيونس اكستراوردينير خلي استاد وبرا وتفرجوا في الاسبيرانس وفي الكلوب الحياة رامي عايش ومتر جيم صغيره توا جاء وقت المكشحينج مزيل مزيل سمي روبريك بس حتى يخرج الجينج ترندينج مع أنيسة مكشي. هلا بك أنيسة صباح تريندينج ريتك علي راه علي غلطت علي علي زمان يشخشب فيه قلوا عدي لي درشناه وكل شيء نبدأ تريندينج بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد اللي قامت بتصنيع معسل 100% تونسي. أنا بكل فخر نغزص شو لحمي قشر قاعدين تراو في لحمك غالي قشر. ما زالوا يجربوا فيه يا حاتم بهدف الحد من التهريب عبر الحدود اللي خسر الدولة 500 مليار كل عام. واستدعت الوكالة نهار السبت عدد من المزودين والمستهلكين لتجربة المعسل الجديد. التوانسة علقوا قالوا هاي فريات اللي باش تخرجنا من عنق الزجاجة. تعليق اخر يقول من عنق الجبيد.
صديق آخر يقول الحاجة الوحيدة اللي صنعوها توينسة تمرض وتقتل السماح نحب نموتوا باللامبورتي. فما اللي قال الحمد لله ولينا دولة مصنعة. فما زاد شكون كتب عادي يطلع معسل بعجيلي اللي كراه بالروسيكلي ما نستغرب منهم شيء. نلقاو زاد شكون كتب أنا نشجع كل ما هو صنع تونسي حتى كان جاء معسل، المهم نبادروا ونطوروا من رواحنا. برافو. نوفا بالكومنتير اللي يقول دول تصنع في الصواريخ وتحضر للحرب وأحنا داخلين الحرب بالمعسل. مساج دركي فيز بلاد المونوبول الوحيدة بدون كونكورون تبيع في الدخان وفي المعسل، تبيع في السم وخاسرة. وين ماشينا الله أعلم، ما أنت وين ماشينا الله أعلم. والفلاح حاتم راه كي الدخان مش قاعد يزي، وللمستهلك الباكو دخان قاعد يزي، ومعنتها حوس تفهم تفهم الدوخ. البلاد الوحيدة من أصعب الزراعات هي الدخان، خاطر يحاسبوك بالبلوح. نحن عزيزي يحسبها بالورقة، يحسبها بالورقة، تجي دار التبغ والوقت تحسبها يغدش بفهمها بالورقة. ما أنت البلاد الوحيدة في العالم تصنع في السم لشعبها، ما نيش فاهم ربي إيه. أنت عندك شعب بيستهلك في الواحد توميو اللي أنا يظهر لي هك، أنا قريتها إيجابيا معناه في الأخر عندك شعب قاعد يكونسومي في الدخان هكا ولا هكا تقول وفي المعسل، دونك أصنع له حاجة تونسي. أنا مش الدولة تصنع، رجال الأعمال يصنع، شي الدولة هابطة تصنع يحكيوا يصنعوا رجال الأعمال يولي معاش سم. مش كيف اليوم أنه الدولة تصنع، أنه الدولة هي تنتج الدخان. احنا خارج الزمن راهو باش نكونوا واضحين، اكبر بلاد تنتج دخان اللي هي امريكا في العشرين سنة الأخيرة تقريب صار حصار على مؤسسة التدخين باللوبيات الكبيرة ياسر. اليوم صار فقه قضاء تقريب مستقر، تمشي تشكي تربح وتضرب دزبيه لأنه هما سبب في السرطان. أنا مبدئيا بو أنا جو سيو با لو بون كليون، أنا ضد التدخين بجميع أنواعه. عملتي باسيف، مدخن باسيف، وكارثة أن تكون مدخن باسيف. أنا ضد التدخين، مع عمري متكيفت وما نفهمش عشان. أما هذه مسألة ثانية. أما بالحق اليوم في 2022 بغض النظر على المعسل والاستراتيجية اندستريال متاع الارنتيا إن شاء الله أخويا تنجح وتتبيع في أقرب وقت شوية فلوس تتبيع زعما الارنتيا جيخ يا مخي، مش خط أحمر خط ذولي أنا آخر مرة خليت خط أحمر ربما يطلع المعسل به ولي وصدروه زيد. أما إينا شكون فيكم مشايش؟ لا أما أنا معناه هذا يهزني الموضوع آخر، إنه دولة قاعدة تعيش في تقشف وقاعدة تحاول تحافظ على الدوفيز نتاعها وعايشة أزمة اقتصادية، ما زالت تستورد معسل بأسوام غالية، وما زالت تستورد معناها وني با أوبليجي في تونس اليوم أن نستوردوا الغلة ماهيش داخلة في تقاليدنا الغذائية، وني با أوبليجي باش نستوردوا شيبس من تركيا وشوكولاتة من فرنسا وفما حاجات وبرودوي كوزميتيك. رانا السوق محلولة، هي سيرتان مومون يا محلولة يا تسكر. هو قال لك باش نحكي كونترا خالد سامحني. وقت اللي دونالد ترامب وقت اللي قال الشركات الشنوية قاعدة تقلق في الصناعة الأمريكية ما عادش تجيبها، الشنوية المتحدة الأمريكية هي بيجوراتيف. هو قال الصيني الكونترا هاو عندنا نصنعوا في الدخان في الأنواع الدخان الكل، والدخان بتاع الجزائر لأنه أرخص زاد المواطن توصيش باش يستهلك الدخان الجزائري تباع في برباس مني ما انت هاو أرخص هاو فما كونترا وعندنا نصنعوا في الدخان بالمعسل كيف إذا كان ما تعملش الأسوان الناس تمشي للأرخص بالطبيعة. نمشي والجمرة أخرى مع نمشي لتصريح فوزي بن جمرة في موزايك FM وين أعلن على انتهاء تجربته في الإنشاد الديني وعودته للفن الشعبي، وقال اللي الفنان عنده أحاسيس تتغير من وقت الآخر. نسمعوه اش قال. الفنان كله أحاسيس، أحاسيس تتغير من وقت إلى وقت، من حين إلى آخر، لكن فما ثوابت زاد في الحياة. لا ما فهمتش ثوابت، أنا الحمد لله رب العالمين أنا أتغير في كل وقت، لكن ثوابتي وديني وربي سبحانه وتعالى وقرآني وصلاتي محافظ عليهم. وحاجة أخرى، ما جيش الناس أنا قلت لهم يا ناس كونوا قدوة كما لي أنا، لا أنا فنان. أما أنت زاد نتغير، استنى نتغير في كل وقت سامحني، ما غيرت حد، ما ظلمت حد، ما خنت حد، ما سرقت حد، ما كنتش في رزق حرام، ما تعديت على حتى حد ما عندي حاجة. فأنا أتغير الكل كتلة من الإحساس. نجم غدوك نعمل نومة آخر موسيقى جديد آخر جديد نجم.
تعليقات التوينسة كانت يتلون حسب الفصول، ما عندوش مبادئ. تعليق آخر يقول ما نستغربش منه، ما هو إلا بشر وأغلب البشر يميحهم على رياح. نلقى وزيد شكون كتب هو حر أموره، يغني ديني مزود ربي معاه. فما اللي قال تحب تقول تجربتك في الإنشاد الديني انتهيت مع انتهاء حكم النهضة. فما زيد شكون كتب جاينا تعليق قال خلي نرجع للغناء واشتيح خير. ونوفى بالكومنتير اللي يقول وداعا للإنشاد الديني ومرحبا بالرقص والغناء في التيك توك. بغض النظر على هو شكون وكيفاش والمرور بعدة فترات وتأقلم مع الأوضاع تحصل اكسترا اكسترا، علاش التونسي ما يقبلش واحد في خياراته الشخصية؟ معني علاش العبد الكل عاد تعس على العبد الكل؟ لأنه هو حب يفرض خياراته الشخصية. كيفاش وقت اللي ولا ينقد في الفنانين الشعبيين كيبطل هو، ولا هو يتصور الإنشاد الديني هو الحل والآخر الكل مع دا زندقة وكذا، ما عطموش على كيف كنتي يلزم نستبعك. أما هو قال معناه استعرف قال ما يوكلش الخبز الإنشاد الدين. ليه ما قالهش هو على فكرة؟ حاتم سمعتوا الانترفيو؟ لا هدي زعيم قالها. قال يقولوا اللي انت ما هو جيو هو قالوا ليه ما هوش صحيح، قالوا انا فنان وعندي احاسيس واحاسيسي تتبدل. ليه مش هو اللي قالها؟ ربي خلي نوضحوا حاجة، كيفاش الانشاد الديني ما يوكلش خبز؟ اكبر كاش فلوس حاليا في تونس هو العرض نتاع الزيارة. تعرف اللي الزيارة تقريبا اللي 3-4 سنين اكثر من هك، كل ما عمل العرض كل ما عبى صليت مش ساب مصليت تا 500 600، يعني فما شد روحاني اكثر منه ديني. هو زياره كمان مش روحاني، نفس الشيء اللي يعمل فيه فوزي بن قمرة في الانشاد زياره صوفي. اي هو 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 بن قمرة ماهوش صوفي. اي فوالا هو ماهوش صوفي، اما ما زيد انشاد ديني الا اذا كان عندك اشكال مع التصوف. سي خالد هذاك ليه قلت لك اللي يعمل فيه بن قمرة واللي يعمل فيه سامي لاجمي ماهوش كيف كيف، ماهوش كيف كيف. اما فما اما بيان سور الانشاد الديني معناه دخل برشا فلوس، فرد عائلة موسيقية. هو الاشكال الوحيد مع فوزي بن قمرة انه في وقت من الاوقات كان في خانة الناس اللي تعطي في الدروس للناس. يس وهذاك ما تنجمش تنساه له. هكا دونك دونك اليوم الناس تعطيك العنوان عليه، حط مراد صغيري اللي لا 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 بن قمرة تستاهل، حط له عنوان تستاهل بكبير ونقطة جماعة ديجيتال. ماهوش ما عندوش الحق يبدل رايه مكش طبعا عنده الحق مكش ياكل لازم بيسيل مكش. فولتير يقول لازمنا معناها لازمنا نزيدوا في الحقوق نتاع الانسان، حق حق انتم في اي اف ام الاذاعه الوحيده اللي تربط فوزي بن قمرة بفولتير. انيش سفير فرنسا في تونس سلم وسام الجمهورية الفرنسية شرفي للناشطة السياسية والمحامية بشرى بالحاجة حميدة باعتبارها تمثل مميزات المرأة التونسية، ذكية وحرة وملتزمة وشجاعة حسب بلاغ السفارة. برشا توانسة علقوا قالوا امرأة مناضلة وتستاهل التكريم. تعليق آخر يقول فرنسا ملقات ما تعمل. فما اللي قال كان عدات قانون مساواة في الميراث يحطوها رئيسة فرنسا. فما زاد شكون كتب أضرب عندك يا بشرى صحة ليك شرف كبير ليك. ونوفى بالكومنتير اللي يقول كلها تحكي وتهجم فيها، وين كنت وقت اللي بشرى وقفت في وجه نظام بن علي؟ ديما عندنا مشكلة مع الحاجات هذوما، التكريم اللي يجي من السفارات هل هذه عقدة؟ هل مش حاتم لأنه التكريم كي يجي من السفارات ماهيش بشرى هي أقوى واحدة في حقوق الإنسان، فما إشرف راوس، فما الزعيمة راضية النصراوي، فما عديد. لأنه فهمنا توا علاش بشرى بالحاج حميدة مشات مع يوسف الشاد، لأنه كي تشكل لوبينج باش تاخذ التكريم هذايا، لأنك ماكش أنت أكثر واحدة تدافع على حقوق الإنسان في تونس وعلى حقوق المرأة. ونعرفوا اللي بشرى بالحاج حميدة كنت من الناس اللي عملت التوافق مع حركة النهضة في نداء تونس، هذا الكل ما ننساوش. علاش بشرى بالحاج حميدة؟ مش صحيح، في السنوات مش صحيح. لا لا صحيح، لا مش صحيح. السنوات الأخيرة بيجي قايد سمسي وعملت سامحني أخي بربي نقرأ شوية تاريخ يا نجي نقرأ كيش عام بشتر بحاجة حميدة كي صار توافق يا أخي مش خارج مشيت المشروع تونس ولا مشيت حكم انشقت على نيدي مشروع تونس مش في التوافق انشقت على نيدي مشروع تونس مش في التوافق انشقت على نيدي تونس يا أخي سامحني مشروع تونس مش في التوافق شكون حبوا التوافق مشروع تونس مش في التوافق يوسف الشاهد مش النهضة دخل يوسف الشاهد ما مشيتش في حزب تحية تونس شوية بشرة ما مشيت في حزب تحية تونس تحية تونس جاء في 2019 انت قاعد تحكي على الفترة اللي قبل ليه بشرى بالحاج حميدة ما دخلتش في تحية تونس قلب شوية ما دخلتش في حياة تونس كانت في مشروع تونس قبل اخر تصريح لها قبل قالت كان طلع يوسف الشاهد وضعية البلاد وترمو هذه تصريح عنده جمعة لك حق تنجم تقول مش هي برك تقول فيه ايه رأي بالضبط ايش مدخل فرنسا ما فهمتش شيش مدخل فرنسا سامحني نعترفوا بحاجه للتاريخ اللي فرنسا تكرفج معها لا لا نعترفوا بحاجه للتاريخ اللي المقترحات اللي خرجوا
من لجنة الحريات اللي أرادها البيجي قايد السبسي هي مقترحات شجاعة وثورية بالنسبة لتونس. هل الكوليب هذيك معناها يمكن ردود الفعل اللي نيجاتيف على التكريم هذايا باش تلصق فيها حكاية الكوليب؟ ما يهمش، هو التغييرات العميقة في المجتمعات تجي وقت واحد يكون شجاع ويجي ضد التيار. اخي علي حبيب بورقيبة كان عنده أغلبية وراه كي قرر يعمل مجلة الأحوال الشخصية. دونك التواصل التاريخي، العمق التاريخي، الرمز نتاعو اللجنة هذه، على رأس اللجنة هذه كانت موجودة أول واحد بدأ في المساوات هو مادي بن غربية يا مراد. صحيح، وكانت مع ومادي بن غربية كان شكون أول واحدة يعني صحت معاه. شنية الإنجازات يا جماعة، شنية الإنجازات اللي عملتهم بشرب العاج حميدة في السنوات الأخيرة باش فرنسا قدمها تقرير الكوليب شوية في تاريخ تونس. فما الوقت مش وحدة، فما الوقت هو تكريم جاي على دعمها دعمها للقانون قانون 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة اون طون كو رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة. اكسلون على البوست نتاعها. اي انيس الخبر اللي صدقتنا انا غضتني امبارح. نختم الترندينج بخبر يحكي على تعرض المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل سرقة السكامة متاعها في بوتيك في العاصمة برلين، رغم انه كان يرافقها حارسها الشخصي. وحسب وسائل الاعلام الألمانية فانه ميركل مشات شخصيا لمركز الشرطة وكتبت بيان بخصوص السرقة. برشا توانسة علقوا قالوا ان شاء الله ما يطلعش تونسي السرق. بالرسمي هذا احسن تعليق. تعليق اخر يقول مسكينة ما زالت كي خذات الماندا نتاعها وسرقوها لها. فما اللي قال والحرس الشخصي فاشلاهي وقت اللي هي تسرقت، ملا انتدابات يعملوا فيها الفساد وصل للألمانيا. فما زاد شكون كتب احنا عندنا رئيس كي يهبط يعمل قهوه نتاع دينار يصرف عليها شطر ميزانيه الدوله من امن وحمايه والبلاد تتسكر على خاطره، وميركل تحوس بحارس واحد وتتسرق من الفوق. ونوفى بالكومنتير اللي يقول جاتها جلديه، احنا شعب كامل تسرق. ولا تسرق ذلك الحارس الشخصي انا شك فيه. بعد التعليقات على رئيس الجمهورية كيهبط يزبرش معاه، لأنه رئيس الجمهورية مستهدف في الاغتيال، ميركل مش مستهدفة. ميركل ما عنده حتى أهمية على مستوى العالم، على أكبر المنظمات الإرهابية في العالم. ليش مستهدفة؟ رئيس الجمهورية مستهدف ضرورة نحمو رئيسنا. بريتو أنجيلا ميركل شو عملت؟ عند اقتصاد شنو أقوى ثاني ولا ثالث في أوروبا؟ ما هوش لو ما هوش شولتز اللي عوض ميركل كي قال باش نحطوا 2% للتقوية الدفاع متاعنا، 100 مليار دولار. معناها أي منظمة إرهابية تحب تضرب ضربة كبيرة، مع كل احتراماتنا رئيسنا بطبيعة الحال، تضرب أنجيلا ميركل. دونك من فضلك باش تعرف معناها فقط اللي راهو. ميرسي ميرسي أنيسة. أما تحسنا كتوينس نفرحوا كي نسمعوا. أنت ديما الوقت البدل الضايع، أنت ديما تحب تماركت مانشستر يونايتد في ساعات في حسنا كتوينس نفرحوا اون كيلكو سورت، نفرحوا كي نسمعوا اخبار. ليه معناها مانيش وحدنا في ال صحيح مانيش وحدنا سناري باك مش نحن برك الاخرين عندهم السرقه نمشي وفاصل ونرجع. نعاود ونتمنى لكم بدايه اسبوع ناشطه، كلها نشاط كلها ايجابيه، وباش نعاونكم على شويه ايجابيه اسمعوا الزابينك تاع خالد العبيدي. عسلامة مرة أخرى ومرحبا بكم في دورة اليوم على المجالي، باش نبداوها بكلمة في بلاصتها قالها أوسل المسعودي. ملا جيل إيش قعد ما شفناش، هاني باش نتكلم مادام مازال الحديث بلاش. هيا سيدي، في حياتنا لا حاجة حلوة ولا حاجة باهية ولا حاجة فيكس، حياتنا تقول سيري في نتفليكس. إيه نعم، حياتنا تقول سيري في نتفليكس، ثورة وحرب وكورونا وكل شهر سلالة جديدة. داير فما سلالة ظهرت مازلنا ما نعرفوا هي شحنة، أما شلقت بها عبير موسي. ظهرت سلالة حبيب الملايين وحبيب الجماهير، وشويه غادي مش غنيين ويا حبيب الملايين يا حبيب الجماهير، يا قيس سير سير وحنا راك بالبندير. هاي شيلك بيك زدت في الصوت نتاع الراديو، ما كنتش مصدق وما سمعتهاش مليح الغناية. هاي ركز ابش نعاودها لك. يا حبيب الملايين يا حبيب الجماهير، يا قيس سير سير واحنا راك بالبندير. وسمعتها كضربة في الاخر نتاع حتى الله وحد نتاعنا كانت افينا، ترى فكرني بربي. اسمع افين برج وليا افين. اغزر لي
نحكيه على روسيا وسيبنا. شخصيا نضم صوتي لصوت سيف عمران، انا زاد فديت و I want to live a little before dying، نحب نعيش شوية قبل ما نموت. داير سيف عطانا زاد موقف تونس من الحرب الروسية الأوكرانية. مستر فلاديمير بوتين please stop the war، please stop the war، we are tired. I was a little boy when the revolution happened. Tonight cover feu. Tonight it's not. This week cover feu. The next week it's not cover feu. This month cover feu. The next month it's not cover feu. This year cover feu. The next year not cover feu. Please stop the war. The COVID happened. This is Alpha. This is cover feu. Delta. This is cover feu. أوميكرون كوفر فيه. We wanna live a little before dying please. فوالا الموقف الرسمي بتاع تونس. ام سي حزاز لحديد لكزاز، ما عندي حتى دخل، وصلي على النبي. قلت نلقى الناس الكل تكلاشي في بعضها، اش صار؟ صلي على النبي تربح، علاش تخسر في بيت؟ حيلو السكين من يده تيشدو تيكلبو تي هو اللي غال هو اللي زال تيز يركح وخيان توبي يتو نعمل جو عباد تتفرج تيزي باو 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 يا امسي حزاز لحديد لكزاز عندي حتى دخل صليو عني بي زابينج. برجو لي سيف عمران معناها سي ترشيقة، وانا يكتبها معنا السنة وانتظروا معناها تشوفوا حاجات كتبها وحاجات مثلها هالوليد ذي. معناها انا من سفيان الشعري يمكن أول مرة معناها بعد سفيان نجي واحد بالطاقة والموهبة مع بعضهم والجرينتا والإنرجي وفي الدنيا السيري وبرشا. بعد ساعات يهزني النوم كي نبدأ نحكي أنا وصيف عمران، أما وقت اللي يخدم يخدم وريته راو كوفر فيه واحد هي السهل الممتنع. أم أسمع في الفيديو اللي كنت اسمع فيها يفو فوار الجريماس نتاع الجريماس تاع وجهه ادخلوا تابعوه في عنده دي فيديو يضحكوا. ألفا رجعت لنا بكل سرور. عندك الميتيو مازالت المطر بالصب واليوم في الليل فما مطر؟ وي اوه لا لا فما شوي ثلج واحد شد الدار من ثلج كريمون ثلج كريمون في قطاعات في الميتسكي بالك شتعتي في الميتيو نتاع اوكرانيا في القطاعات الغرب عندهم ثلج في اوكرانيا ماس. ميرسي ألفا كانت هذي بارونتيز. وبعدين شنو اسمع اوكرانيا تونس كيف 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 كعبة حلوة من عند مراد صغير نرجعوا لكم بعد التس. هاي نجيب رئيس الجمهورية شكون فنان يحبه؟ الشيخ إمام. الشيخ إمام رئيس الجمهورية يحب أم كلثوم يحب عبد الوهاب. هو نجيب يعرفه شخصيا منذ بضعة أشهر. أمانة اللي عديت منذ عديد. سنوات منذ سنوات ترى عنده مولاد ما قلتش عنده أما كنت أربع سنين في نفس الفاكولتي. تعرفك الجملة اللي قالها سيقي لا سي أكرونتون ما قريت سعد قيس صعيد سكت يا غطيت فيه خلط احتكينا احتكين لا لا للتذكير. وعليش زيدا قيس سعيد في وقت من الأوقات مثل أمل لعديد من الناس لأنه أنا شخصيا ما ننسيش وأنه في الحملة الانتخابية في المناظرة الشهيرة مع نبيل القروي وقت قيس سعيد استشهد فيلم من فيلمات يوسف شاهين تذكروا هذا العصفور كان من السياسيين القليلين اللي تحسوا أنه عنده على الأقل مرجعية ثقافية ومرجعية فنية وهذا يحسب له. أنا كانت من الحاجات اللي ديما خلتني نكون له احترام كبير لأنه ها نقول لكم خلطتهم والله نأكد لك 80% من الطبقة السياسية اللي ظهرت في تونس بعد 2011 ما عندها حتى مرجعية لقرات معناه أدباء كلاسيكيين لا عرب لا أجانب لا فرانسيس لا تراهم يمشيوا للمسرح لا تراهم يمشيوا للتياترو لا تراهم مطلعين على ما يصير في ميدان الرسم مثلا معناها ثقافيا ضعاف ياسر ياسر ياسر. أما البعض أوكي يشعروا كما ساعة محسن المرزوق يشعر في الشعر ويشعر في السياسة زيادة أما يشعر في الشعر أما البقية مرجعيتهم معناها يحسبوا للرئيس. فما كتب الدولة في حوار صحفي وقتها في كلام الناس قالها شنية اللي أكثر حاجة تستشهد به قالت كما قال كليبي بيجيها يا حمو احنا منك مظلوم. كاتب الدولة للشباب لا شوف كاتب الدولة هذيك ما نظلمهاش خاطر سيامة لا لا فاتن قليل لكن فاتن عندها مرجعيات أقوى من هكا بكثير. التلفزة ظلمتها بكل ساعة نعرفها وعندها مرجعية هو الفودير مثلا نغزو وقت يجبد كلمة زقفون العبيد الكل رجعت للمراجع سي امبورتون كي تعطي ريفيرونس كي ترمينك كعبة هكا حتى غيانكو بورسا خلي العبيد
واحد هو حقه يقعد في الأمور هذية ويجيب خبير اقتصادي. ما عادش يحكي في الأرقام، الرئيس وقت يحكي في الشعر، وقت يحكي في الأدب، وقت عنده مرجع، وقت يدخل في ميدان الأرقام يغلط ويولي عمره ما غلط. هو يرسم التوجهات الكبرى، مش بالضرورة يفهم رئيس الدولة يرسم التوجهات الكبرى، والتقنية والمدير العامين هم يطبقوا توجهات الرئيس، دايرهم معروف وعلى ذاك معصوم من الخطأ. ملي ما فهم حد قلت عمره ما غلط. اي ما غلطش لحد الان، ما غلطش. قال عمره ما غلط الرئيس لحد الان، ما غلطش يا مورا. وين غلط في الارقام؟ مليون و800 خرجوا مليون و800 وما خرجوا على اقصى تقدير، خرجوا مليون تقارير المخابرات قد كان خرجوا مليون المخابرات هذيك المعادله تعليم تاع الرئيس مليون و800 واكثر، لانه هو انت تحكي على العاصمه برك في الجمهوريه الكل في العاصمه خرجوا 6000 نهارده في الجمهوريه يكون خاصه اكثر من الارقام. هكا غلط كيف باش تدخل عندنا ارقام تستنى فينا، هي ارقام الببليسيتي. دي حتى خليلوفسكي فيق، معناها فيق خليله ريتك حط مريت بكري نجهروك بالنور. 8:09 الوقت يتعدى فيه سامورادا خاطرنا لو معاكم خاطرنا خاطر محلي القعده معاكم انتم. شو تحب تحكي مراد؟ لا انا مش نحكي في موضوع جدي للاسف ما يضحكش، وهو كم ستكون كلفه الحرب في فاتوره القمح بالنسبه لتونس. هاي بزي نبداو. انا قلت ايش تحب جاوبتك على السؤال بزي هذا عمل لك فاز ما تعرفهم جماعه كمار لي مورنوا يقول لك عندك الوقت جاوب. اي عندي باهي ماش عندك برشا وقت. شويه ارقام في بالكم اللي الحرب ما بين الحرب الغزو الروسي لاوكرانيا يخص بلدين عندهم ثلث الانتاج العالمي للقمح، معناها ثلث الانتاج العالمي للقمح الصلب يصير ما بين روسيا واوكرانيا، وتوا بسبب الحرب كل ما هو تصدير من اوكرانيا وروسيا وبالتالي توريد للبلدان الاخرى واقفه. بالنسبه لتونس 70% من استهلاكنا للقمح في تونس جاي من التوريد. في وسط 70% هذوما فما تقريبا 90%، يعني باش نكونوا واضحين 60% من واردات القمح في تونس جاية من روسيا وأوكرانيا أكثر من الشتر، يعني أن الحرب هذه باش تغير تماما الوضعية بالنسبة لتونس. سوم القنطار حسب أبرز الأخصائيين اللي حكيتنا معاهم في النهارين هذوما فما فرضية وأنه باش يتزادوا 40%. قنطار يعني قديش من القنطار اللي كان يتكلف 200 دولار البوا معناها سوم القنطار كيلو تورناتا و100 وحاجة يحسبوا بالقنطار، دونك ينجم يزيد على القنطار الواحد تقريبا ما بين 70 و80 دولار، اللي هو مبلغ كبير. للتوضيح تونس وردت، ونشكر زادة كذلك صديقي حسن زرقوني اللي خرج أرقام، تونس وردت بما يقابل 2000 مليار في 2020 من القمح. علاش عنا الاشكال هذا وعلاش هذا باش يمس التوانسة؟ سوق كلاسيكية راهي، يعني انا من اللي صغير نعرف اللي نجيبه في القمح ما غادي فوالا 30% بركة من المنتوج من الاستهلاك التونسي هو قمح محلي، وللأسف الدولة تقريبا منذ 10 سنين وحتى قبل عاجزة أن تعمل استراتيجية واضحة لأنه يكون عنا إنتاج قمح في تونس على الأقل نفوت به شطر الحاجيات، مش الاكتفاء امبوسيبل نخلطوا بالاكتفاء، الاكتفاء حسب والله فما ناس تقول نجم نخلطوا له. للتوضيح كذلك البلدان اللي ممكن توا الأسواق العالمية باش تولي عندها وزن فيها هي قد تكون كندا، فرنسا، بلغاريا وبعض البلدان من أمريكا الجنوبية اللي معروفة بإنتاج القمح. باش نكونوا زادة واضحين، عنا إشكال كبير اليوم فيما يخص صابة القمح والحصاد، الحصاد متاع القمح والتخزين القمح، لأنه فما مشكلة كبيرة مع الدي أ بي والأمونيتر اللي هما ضروريين باش القمح يطلع، ومع المجمع الكيميائي في جيبس كنا بشكيو عليه شلل تام، يعني اللي فيه حركات نقبية غير مفهومة، إضرابات غير مفهومة، يبدو وأنه الإدارة قصت للعباد نهارات نتاع جريفيت. هي شنو تحب تعمل الإدارة؟ ما تقصش، يلزم موقف الاتحاد يكون موقف وطني في الحكاية هذه. إضافة إلى مظاهر فساد في المجمع الكيميائي في جيبس، حان الأوان هذا بالحق دوسي مهم، وإذا كان يلزم أنه تأخذ فيه قرارات مهمة يلزمها تتخذ. وضعية القمح في تونس تحتاج وأنه تكون أولوية، وأنه تكون فما تاسك فورس حكومية
تهتم بهذا الملف مع أهم الأخصائيين في أقرب الأجيال. مرسي مراد. نجيب أنت عندك حاجة إيجابية ريتها في نبدأ ونكمل مراد. نحب نحكي اليوم اخترت نحب نحكي يا نحكمكم يا جوعكم المحتكرين هذا شقالوا. نبه رئيس الجمهورية المرة الأولى والثانية والثالثة المحتكرين وقالهم ردوا بالكم تلعبوا بقوت التوينس. لكن المحتكرين هذوما في ارتباطهم بالسياسة يقول لك أنا حكموكم ينجوعوكم. بعد تعليمات رئيس الجمهورية وزارة الداخلية والحرس الوطني قاموا بنجاحات كبيرة في الليمات هذية. تم حجز ما احتكار ما قيمة 9 مليار دويت، تحرير 301 محاضر مخالفات، حجز 16 وسيلة نقل، حجز حوالي 6.56 طن من الفارينة والعجين الغذائي والقمح والشعير، حجز 825.96 طن من المواد الغذائية المختلفة إضافة إلى كمية من المعلبات والأجبان والتوابل، حجز 18000 بيضة، حجز 23 طن من الحبوب والبقول والمواد العلفية، حجز تفاح وقوارص وتمور. هذوما حجزوهم علاش؟ هذوما حجزوهم لأنهم محتكرينهم بلاش فاتورات، بلاش فاتورات مخزنين. مخزنينهم لأنهم فما في علاقة ما بين المحتكرين والسياسي. يقول لك بما أنها الوضعية السياسية ورئيس الجمهورية هو اللي يحكم يلزمنا الشعب ديما نقص الفرينة. حتى اللي حكمه قبل كان الاحتكار موجود والترافيك ووصلوا يهربوا في البقر. فما ناس يقول لك ما فماش فارينة وفما الزيت سانجو لأنه صارت 25 جويلية. ما فماش فارينة وما فماش زيت سانجو لأنه المحتكرين يقول لك يا نحكموكم يا نجوعوكم. بهذه وجهة نظر. أما علاش كل حاجة بتعليمات من الرئيس؟ كان ما عطاش تعليمات معناه الحاكم ما يخدمش. 117 الحاكم الفعلي في تونس في الاستثناء هو قيس سعيد. لازم حاجة إدارية تتحكي. ما خالد لازم الرئيس يكون مسؤول على توصيل زيت الحاكم مثلا في كل الأحياء نتاع تونس. يس. يعطي التعليمات وتوصل وزارة التجارة يتوصل يعطي التعليمات. نسيناها كلمة التعليمات. ويزم وزير الخارجية يقول اليوم سمعنا خطاب باسم سيد الرئيس هذيك الظرفية الاستثنائية مرة. اليوم سمعنا حاجتين التقاء موضوعي مع مدام موسيا اللي التقاء موضوعي تحالف موضوعي. أنا نحب نحكي على على الفيفا على اليوفا وعلى الكاب على المنظمات الدولية متاع كرة القدم وفيت عليهم مش الحديث اللي صايرة في أوكرانيا وضربات الروسية اللي خلفت عديد الضحايا. شفنا موجات تعاطف من مختلف الأطراف السياسية الفنية والرياضية في الويكاند ومع المقابلات اللي صارت في مختلف البطولات الأوروبية. شفنا مثلا برشا مظاهر تعاطف في الملاعب في ماتشويت في فرنسا في إيطاليا وفي أنجلترا. شفنا ملاعبية هزين علم أوكرانيا، شفنا مدربين هزين لفتي تدعو روسيا لإيقاف الحرب. في الفان ماهوش خايب وحاجة باهية أنه بطولات عندها نسب مشاهدة عالية جدا على مستوى عالمي تتعاطف مع قضايا إنسانية وخاصة قضايا سياسية. وهنا مربط الفرس على خاطر البريمير ليج مثلا البطولة الأكثر مشاهدة في العالم شفنا سماح بدعم القضية الأوكرانية، شفنا دعم حتى القضايا المثليين وقضايا أخرى. أما وقت اللي لاعبين هزوا علم فلسطين في آخر الموسم الفارط تزامنا مع الاعتداءات في غزة الإيفي احتجت وقالت ما تدخلوش السياسة في الكرة وفقا لقوانين الفيفا اللي تمنع أي تداخل بين السياسة وكرة القدم. هنا نحكيه على انتريتمون دو بوا دو مزور ولا بالتونسي نقولوا ناس سنة هي مزادة أوكرانيا وناس فرق في الأوروب والإيفا في الأوروب والفيفا منظمة عالمية. قوانين الفيفا تقول ما تدخلوش السياسة في كرة القدم. كلنا نتفكروا مثلا شنو صار مع بوتريكا في كان غانا وقت اللي رفع ماريول مكتوب عليه تضامنا مع غزة والعقوبات اللي صارت عليه. احنا معاه انه في مباريات كما هكا عندها تأثير بلا نتضامنوا مع القضايا الأوكرانية، اما ما يزيش زادة انه نختاروا القضايا متاعنا مع أوكرانيا سنة ومع غزة ولي ممنوع على خليل الحقيقة. خاطر النجم يهبط كيستيونير شنو باش كسروا الأمور. ميرسي خليل سلم على جميع أنت وصل لهم سليمي باش نقعدش ليستة طويلة وكل شيء. بوسهم للكل وقل غدوة يجيو بكري ونعاودوا بيس ريبيتيتاس. تشاو.